قشرة الشعر أو القشر اللي بيبقى موجود في الشعر عند الأطفال وتحديدا المواليد الجدد مش الأطفال بشكل عام يعني. قشرة الشعر أو قشرة فروة رأس شعر الطفل أو الكرادل كاب كل دي كل يعني كل الأسامي اللي أنا قلتها دي مسميات بتوصف حالة واحدة عند المواليد الجدد وهي أحد أنواع إصابات فروة الرأس. الاصابات دي بتكون ناتجه عن زياده افرازات الغدد الدهنيه علشان كده الحاله دي اصلا طبيا القشر ده اسمه سيبوريك ديرماتايتس ده مصطلح طبي يعني الموضوع ده نادر الحدوث يعني حاجه نادره ولا شائعه بين المواليد الجدد الاجابه انه هذا الامر شائع جدا طيب ده يستلزم ايه حاجه كده كنت بعملها مع يعني تلامذتي وانا يعني بدر يعني بشرح لهم او حتى زملائي او كده. لما تبقى حاجه منتشره قوي او بتحصل لاطفال كتير قوي كنت اقول لهم دايما ايه؟ يبقى نبدا كلامنا بان احنا نطمن الناس. نطمن الناس انه الحاله اللي عند طفلتك او طفلك المولود اللي لسه الصغير ده خلاص؟ حاله شائعه. وفي قاعده طبيه كده غريبه جدا يعني ان الحاجه الشائعه ما بتبقاش خطيرة. دي يعني غير انها قاعدة طبية دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. فهمتوا قصدي؟ يبقى دي حتى قاعدة طبية خلوني يعني أنا بقولها دلوقتي كده أهو لحتى لزملائي وأصدقائي وتلاميذي من الأطباء الصغيرين يعني اللي لسه بيبدعوا حياتهم. لما تلاقوا حاجة طبية أو أو وضع طبي شائع الحدوث ابدأوا كلامكم بطمأنة الأم والأب. خلاص؟ ده في يعني في, في فلسفه العلاج والتعامل الطبي بيكون له وقع جميل جدا جدا. تمام؟ يبقى قشر الشعر عند المواليد الجدد حاله غير مقلقة. طيب، قشر الشعر بقى عند الطفل في الوقت ده بيكون لونه ابيض. ودي نقطة مهمة أوي وهتعرفوا دلوقتي ليه. وجود القشر ده ها؟ وجود قشر الشعر ده، خلوا بالكم قوي بقى من النقطة دي. مش معناه ابدا اصابه راس الطفل ده او الطفله دي بالقشره بعد كده. يعني ده مش مؤشر ان احنا نقول اه ده ابني بقى او بنتي دول لما يكبروا شويه هيبقى عندهم قشر في شعرهم، لا خالص ملوش الامر ملوش علاقه خالص بالحكايه دي. خلاص؟ انا بتكلم عن المواليد الجدد اللي هي الفتره بتاعت هتعرفوا دلوقتي الحد الاقصى كمان بتاعت الحاله دي بتكون لغايه قد ايه. القشر ده يا جماعه قشر الشعر ده مبدئيا كده بيقع لوحده. يعني من غير من غير ما احنا نتدخل هو هيقع لوحده لو سيبناه في حاله كده ما عملناش فيه حاجه خالص هو لوحده بيقع هتقولوا لي ايه ما هو بيتكون تاني يتكون هيقع وهكذا زي ما قلت لكم ما ده حاجه مرتبطه بزياده نشاط الغدد الدهنيه وده نتيجه ان الغدد الدهنيه دي ما بتكونش حصل انتظام وظيفي في مهمتها في العمر الصغير بتاع الطفل